أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج على المحور. على المحور النهاردة معنا شاعر غنائي من قلب الشارع المصري، ابن بلد، حابب الكوميديا، دمه خفيف. هنشوف النهاردة عمل إيه وبدأ إزاي، ويعني إيه شعر غنائي، وإيه اللي دفعه للكتابة. هيظهرنا يعني هو اخترق التجربة الفنية لكتابة السيناريو. اهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك الشاعر الغنائي والسيناريست هاني عمار. اهلا بيك يا فندم، واهلا بالقناه. وانا سعيد جدا ان انا جيت هنا في المكان ده. وفي المقدمه برحب بالقناه وبرحب بكل العاملين بها، وبقول قناه الصحه، قناه الجمال، بتجدد فينا كل الامال، بتزرع فينا جذور المحبه، بتشيل من علينا الهموم التقال. لو مرة جيتها ودخلت بيتها هتشوف بنفسك دول ناس جمال، قناة الصحة قناة الجمال. هتقابل مذيعة وإعلامية بجد بصراحة فوق الخيال، قناة الصحة قناة الجمال. مخرج، مصور، معد البرامج، حقيقي دول أسرة نضال، قناة الصحة قناة الجمال. الله، دي مهداه مني للقناه يعني. الله يا استاذ هاني، حضرتك شرفتني ونورتني، وميرسي على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته. ميرسي يا فندم. عايزه اعرف الشعر الغنائي وخوض التجربه لكتابه السيناريست، ده كان نتيجه لايه؟ نتيجه لخبره حياتيه ولا متاثر بالمؤثرات الحياتيه الداخليه والخارجيه؟ طبعا متاثر بالمؤثرات الداخليه والخارجيه في حياتنا، وديت حاجه بتصحي فيكي الموهبه اللي جواكي، وطبعا بتديلك دافع انك انت بتنمي الموهبه اللي جواكي وبتكتبي. وطبعا الاحداث اللي بتحصل وبتاثر فينا طبعا، كمان بيزيد عن كده ان انا قاعد في الطبيعه، المكان اللي انا فيه طبعا الفيوم، طبيعه خلابه وبتساعد الواحد مثلا انه يخرج اللي جواه، بتساعدك يعني على الارتقاء وعلى التجديد اللي جواك يعني. طب جميل. طيب الشعر الغنائي ماذا يعني الشعر الغنائي للشاعر الغنائي هاني عمار؟ والله بيعني مفهوم الحب الحقيقي يعني. حب الحقيقي طبعا. طب وهل حضرتك كتبت عن الحب؟ طبعا. طب سمعنا. ماشي. أنا كاتب هنا شعر غنائي جميل بيعني مفهوم الحب، وكاتبه بعنوان فكرة، بعنوان فكرة. بقول فكرة الماضي ده كان مش عادي، كنا بنعشق قوي ونحب. فكرة الصورة على السبورة لما كتبنا مع بعضينا قصة حب. فكرة، فكرة البسمة اترسمت رسمة، وفكرة الشنطة كان جواها صورة دب. فكرة، فكرة الماضي ده كان مش عادي، كنا بنعشق قوي ونحب. فاكرة الرحلة لما فرحنا واتفسحنا في عيد الحب، ولما عينيكي جت في عينيا حبي في قلبك ماله الذنب. فاكرة، فاكرة الماضي ده كان مش عادي، كنا بنعشق قوي بنحب. ليه اتغيرتي لما كبرتي وسبتي مشاعري في أول درب؟ نسيتي عهودنا وكل أحلامنا تمت كده. فاكرة الماضي ده كان مش عادي، كنا بنعشق قوي بنحب. ده حضرتك كتبتها يعني في سن كام سنة؟ ده واضح ان هو مدرسه ورحله والكلام ده. بالظبط، يعني كان سني 24 سنه. اهلا اهلا الاستاذ محمد الشال، المخرج المسرحي، مخرج الثعلب الاستاذ محمد صبحي، وزواج سعيد جدا الفنانه الهام شاهين، وغيرها من الاعمال العظيمه. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك، ازيك؟ ازيك يا استاذ محمد؟ منورين على الشاشه. حضرتك نورتنا النهارده، نورتنا النهارده، ومعانا الاستاذ هاني عمار. الحمد لله. انتوا اللي منورين على الصحه والجمال، القناه الجميله دي والله. ربنا يخليك يا استاذ محمد. يعني انا سعيد ان انا بتفرج على هاني، لان هاني من المواهب الحلوه. ربنا يخليك. انا عرفته في مطروح، وهوا مطروح وجو مطروح بيخليه يعني يكتب اغاني جميله وشعر حلو وكده. ميرسي لحضرتك. يعني فنان مدفون يعني، من المواهب المدفونه.
ربنا لكن يخليك. ربنا يوفقه ان شاء الله ويظهر كده. منور يا هاني. نورك يا استاذ محمد. استاذ محمد مش هقدر اسيب حضرتك بما ان حضرتك محتضن للمواهب وحضرتك بتعتني بيهم وبتهتم بيهم. عايزه حضرتك توجه لنا كلمه للمواهب الشابه، محتاجين قوي للاهتمام ومحتاجين قوي لحضرتك تاخد بايديهم وحضرتك والفنانين الكبار، فنانين فناني الزمن الجميل. حضرتك تقول لهم ايه يا فندم؟ يعني الحقيقه انا اقول للمواهب الجديده ان هو ما يستعجلش ولازم يفضل يكافح ويفضل يحاول ويقدم في كذا مكان عشان يفرح موهبته. فانا عندي جمعيه انصار التمثيل والسينما 8 شارع فرصه، انا وسهير المرشدي الفنانه الجميله بنحتضن المواهب اللي بتجي لنا وبنحاول نساعدها يعني ونقدمها للقنوات ونقدمها، واللي عنده يعني مسرحيه حلوه بنحاول ان احنا برضه نعرضها له في مسرح جميل، واللي عنده فيلم قصير بنحاول نعرضه له في المركز القومي للسينما، اللي عنده موهبه يجيني بس في انصار التمثيل والسينما يعني. ودي جمعيه معموله من 1913 يعني، عملها جورج ابيض والدكتور محمد عبد الوهاب وعاصمتها بقى محمود السباع ومحمد توفيق كانوا رؤسائها، وعملت فيها بروفات لمحمود المليجي. فالحقيقه الدنيا بخير، وفي نفس الوقت احنا ما بنتاخرش كجيل قديم، ما بنتاخرش عن ولادنا الشباب لان هم دول المستقبل، سواء في السينما سواء في الموسيقى سواء في المسرح سواء في الفكر في القصه في الروايه، الشباب هم الامل. فاحنا تحت امر الشباب يعني. شكرا يا فندم، بشكرك دمتم لنا. بشكرك يا فندم دمتم لنا ودمتم لشباب ومواهب الشباب الجديده. نرجع تاني للاستاذ هاني عمار، حضرتك خط الكتابه في السيناريو. تمام. اعرف حضرتك كتبت ايه؟ والله كاتب سيناريو نص يعني فيلم قصير بعنوان نتع الأصيل بعد التعديل. نتع الأصيل بعد التعديل. ده كوميدي. تمام. فطبعا هل حضرتك بعمل اسقاطات مجتمعيه كوميديه؟ طبعا على اساس ان هو نتعي كان يعني بعد التعديل بقى. بالظبط. فالاسقاطات الكوميديه كلها ونتعي قبل التعديل. طبعا فطبعا الاسقاطات ديت كانت قبل دخوله الجيش. ايوه. فطبعا احنا عارفين انه الجيش اصلاح وبناء رجوله وتهذيب وبناء شخصيه، فطبعا نتعي كان في عالم تاني قبل ما يدخل الجيش. فطبعا دخل الجيش وخد مرحله الجيش فبنى شخصيته، وطبعا الجيش ده صناعه الرجوله. ده رجوع بينا بقى لافلام سلسله افلام الفنان اسماعيل ياسين في الطيران بالزبط. وفي البوليس وفي الجيش وسلسله بقى. بس طبعا ده نص يعني طبعا نص لوحده كده غير طبعا مش مقتبس يعني طبعًا من حاجه. هو طبعا في فكر السيناريست وفي طبعا وازاي الشخصيه بنت نفسها من القوات المسلحه وازاي هو خرج بعد كده وطبعا عاش حياه. ده حركة يعني هيتم تنفيذه للنور ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله في مشروع ان شاء الله، مشروع مسرح مع الأستاذ الكبير حمدي الوزير والأستاذة انتصار إن شاء الله والأستاذة بدرية. معانا الممثل القدير الأستاذ محمود الحديني. أهلا يا فندم. أهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا حضرتك. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. عايز أقول لحضرتك وينك؟ حضرتك فين؟ وحشنا وحشنا كتير ايام ليالي الحلميه والمسلسلات المسلسلات اللي اتربينا عليها في زمن الفن الجميل يا فندم. والله حاجات مش هتتكرر تاني خالص يعني. معانا الاستاذ هاني عمار الشاعر الغنائي والسيناريست. يا اهلا وسهلا، ازيك يا عم هاني؟ اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك والله. اخبارك؟ الحمد لله حبيب قلبي الاستاذ محمود. طب ايه اللي جابك قناه الصحه والجمال يعني؟ علشان بتجدد يعني فيك. اللي يجي قناه الصحه يبقى عنده كورونا ولا ايه بالظبط يعني؟ لا، قناه الصحه والجمال بتجدد فينا كل الامال. ماشي، هذا كلام جميل، ده شغل سجع. بس ايه اللي جابك يعني القناه دي يعني؟ يعني القناه دي لازم يكون الواحد عنده كورونا، عنده اي حاجه. ما احنا جاي كده من غير حاجه كده يعني.
لا يا فندم، كان عندنا كورونا ان احنا بعدين عن لا الكتابة يا فندم، قناة الصحة والجمال بصحة بصحة وجمال، بعيدة عن طبعا. الكورونا أو بعيدة عن أي حاجة، حضرتك إحنا ايوه، قناة الصحة نتميز بالصحة وبالجمال لا إن شاء الله. لازم يكون عنده، لازم يكون عنده يعني بالنسبة للصحة لازم يكون عنده حاجات عشان يتكلم فيها، ولا ايه بقى؟ لا ولا هو الصحة الشعر ليه علاقة، هو قناة الشعر شاملة، ليه علاقة بالصحة إحنا طبعا. قناة شاملة، إحنا قناة شاملة صحة وفن وجمال وكله يا فندم. طب أستاذ ده كلام محمود، جميل والله. أستاذ محمود أنا عايزة أسألك سؤال، ممكن؟ عمري عمري حضرتك 20 سنة تتقلد في مناصب إدارية مختلفة، رئيس المسرح القومي ومدير مسرح الطليعة ورئيس لبيت الفني للمسرح القومي. حضرتك شايف إن محمود الحديني مع حفظ الألقاب الإداري الناجح ظلم محمود الحديني الفنان؟ ده أكيد. أكيد، يعني لو رجع وأنا زمن بعتبر تاني بقى حضرتك بقى هتتفرغ للتمثيل بس. وبعدين وبعدين أنا يعني ما زلت أقول إن المرحلة دي كانت مرحلة خاطئة في حياتي، لأن الفنان المبدع كنا احنا استمتعنا كمان يا فندم. مكانه الإبداع. الإدارة طبعا أنت عارفة الإدارة ومشاكل الإدارة، وبعدين الواحد لما يكون حنبلي زيادة عن اللزوم بيحرم نفسه ان هو ايوه يمارس يعني التمثيل وهو ايوه مدير او ايوه رئيس ايوه بيت فني، ايوه حتى لا يقال ان هو يعني بيسخر الاماكن اللي بيديرها لحسابه، بس احنا عايزينك فطبعا يا فندم، بيجي بيظلم عايزينك نفسه تاني يعني. عايزين تاني فطبعا الفن يهمني والابداع يا جدا فندم. الفنان لما يتقلد منصب اداري لا يجلس على هذا الكرسي أكتر من 3 سنين بالكتير، ويرجع تاني يبدع. ايوه حضرتك ربنا يخليك، مستنيين من حضرتك ابداع اكتر. وحضرتك الله انا عايزه يخليك. حضرتك توجه رساله للاستاذ هاني عمار ضيفنا النهارده. يعني أنا يعني الأخ هاني الحقيقة من الناس اللي المجتهدين. أنا يهمني جدا إن هو لما يخش في هذا المجال لازم يخش بالموهبة بالتالنت اللي عنده، يعني ما يتنازلش عن أي حاجة، ما يعملش أي كلام، لأنه لو عمل ده في البداية خلاص لازم يكون حريص تمام الحرص على أنه يوظف الشعر بتاعه وإبداعه في الشعر في أعمال ومجالات جادة مفيدة للإنسان، ما يعملش أي كلام. هو ده اللي يهمني جدا في البدايات، شكرا لأنه حبيبي. حتى لو مش في البدايات كمان إنه هو الإنسان صاحب مبدأ، والشعر ده ما بيجيش كده اعتباطا يعني، بالظبط. الشعر ده بيجي من إلهام، يعني من معايشة لمشاكل حياتية وسياسية واقتصادية وثقافية، كل ده بيتجمع في من خلال قصيدة شعر مثلا ولا حاجة. فأتمنى إن هو يوظف هذا الإلهام والإبداع في قيم يعني تفيد الإنسان، مش أي كلام. شكرا شكرا يا لكم. فندم، أنا بشكرك، شكرا بشكرك على مداخلتك المهمة والعظيمة يا فندم، بشكرك يا فندم. شكرا. أشكرك، تحت أمرك، تحت أمرك يا فندم. شكرا. عايز أسألك أستاذ هاني حبيبي. سؤال، هو ليه السيناريست، ليه السيناريست أهم من المخرج وأهم من الممثلين في أي عمل فني؟ لأنه هو صاحب الفكرة، هو صاحب الفكرة. هو صاحب الفكرة. هل بتقبل تدخلات من مخرجين لتعديل مشاهد معينة؟ طبعا احنا حلقة وصلة مع بعضينا، ولازم اسمع للمخرج ولازم اسمع للمنتج، لان المرونة دي بتدي طبعا طاقة لفريق العمل وثقة بالنفس. ونجاح طبعا ونجاح طبعا لفريق العمل. طبعا طبعا يا فندم. ان شاء الله نرجع تاني للشاعر الغنائي هاني عمار، تمام. و من قلب الشارع المصري، من قلب الحارة المصرية والواد اللي ساكن قصادي. ايه بقى حكاية الواد اللي ساكن قصادي؟ والله دي مقتبسة من الشارع المصري ومن الخيال بقى والواقع، يعني من الخيال اللي في الشارع المصري طبعا، وبتعبر يعني عن الإعجاب بالحب في الشارع المصري. أي معانا الفنان القدير الأستاذ حمدي الوزير. أهلا يا أستاذ حمدي الوزير. أهلا يا فندم.
اهلا بيك يا زي حضرتك يا استاذ حمدي. اهلا وسهلا. حضرتك وحشنا كتير. حضرتك وحشنا. الله يخليك. شكرا. عايز اسالك سؤال واقول لحضرتك وينك؟ وينك يا فنان؟ ويني موجود موجود في يعني الحمد لله الحياه تستمر. صحيح انا اختفيت شويه بس الواحد بيدور على الحاجات الكويسه يعني. ان شاء الله دايما الحاجات الكويسه مع حضرتك. الله يخليك اشكرك. شكرا. معنا الفنان الشاعر الغنائي هاني عمار، حضرتك توجه له كلمه. ده صديقي العزيز جدا جدا حبيبي. حبيبي انا بصي اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انا دائما متعاطف مع مبدعين الاقاليم يعني لان انا واحد بتشرف ان انا واحد من مبدعين الاقاليم يعني. فإحنا مقصرين في فنانين وأدباء الأقاليم كتير. فالأستاذ هاني يعني من الناس الشخصيات الجميلة حبيبي أستاذ اللي حسيت فيه أنه في بكارة الفنانين الأقاليم وجواه لسه حاجات كتير وإن شاء الله يقدر يطلع. بس حضرتك قدمت مبادرة من حضرتك لاحتوائه فإن حضرتك يعني هو قال لنا أنه هو مع حضرتك في عمل قريب إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله في مشروع مسرحية ان شاء الله نعرضها في الصيف ان شاء الله في مرسى مطروح ان شاء الله. وانا بتشرف بمشاركه اي حد من الاقاليم معايا. انا الموسم اللي فات كنت في اسكندريه ومعايا فنانين اسكندرانيه كلهم ما فيش الا انا بس اللي انا مش من اسكندريه. انا بتشرف ان انا من بورسعيد اصلا فاولاد عمنا الاسكندرانيه اولاد عمنا يعني. أستاذ حمدي أنا عايزة أقول لحضرتك الأدوار الأخيرة فيلم الثأر والمغتصبون والتخشيبة وأخيرا رغدة متوحشة، حضرتك فاكر يعني تفتكر الدور الكورنر اللي حضرتك يعني مع تكرار الأدوار في الأفلام، حضرتك تكرار الدور ده معناه إيه؟ معناه إن نجاح جامد خارق ولا ده حضرتك ظلم لنفسك والفنك إن حضرتك تخليك في كورنر واحد من الأدوار؟ الناس بتقول أنا محطوط في كورنر واحد، ده مش مظبوط على فكرة. مش مظبوط، عمري ما اتحطيت في كورنر واحد. غير الأيام دي، غير الأيام دي يعني. اللي أول ما ظهرت الصورة المعروفة المشهورة دي، لكن الناس عارفة إن أنا تاريخي في أدوار هامة جدا. أكيد. هامة من ناحية الأداء. هامة من ناحية المخرجين اللي اشتغلت معاهم. هامة من ناحية المواضيع اللي أنا قدمتها والمؤلفين. هامة بالنسبة للجوائز. يعني هقول لك على حاجة. اتفضل. أنت عارف إن أنا حصلت على جائزة تمثيل في أهم فيلمين اللي هو التخشيبة والمغتصبون. أيوه. فيلم يعني التخشيبة كان فيلم التخشيبة فيلم يعني مش هيتعاد تاني. والمغتصبون يعني. والمغتصبون أيضا. المغتصبون أيوه. أنت عارف إن جوائز التمثيل أنا خدتها على الأدوار دي. أيوه. فالناس بقى ليه بقى؟ لأنها كانت أفلام كبيرة. أيوه. بتعالج قضايا. قضايا فعلا إنسانية. أيوه. قضايا إنسانية. يعني قضايا المرأة الهامة جدا قدمناها في التخشيبة وقدمناها في المغتصبون. لكن في ناس بقى إيه؟ ضعاف النفوس. عادي يعني انا ما بعتبرش ده يعني كل مجتمع فيه ده وفي ده يعني. اكيد اكيد ضعاف النفوس يقول لك الحمد لله زيد ما عملش غير ادوار تحرش. تحرش هو سواء الاتوبيس كان تحرش؟ لا ما هو حضرتك يعني حتى يعني انا يعني حتى لو تحرش ما التحرش مظاهره الى حد ما موجوده في المجتمع والدراما ما هي الا هي بتصور. بس عايز اقول كمان ظاهره وضيعه. ايوه والدراما هي بتصور هي بتوصل او بتخلي الناس يتعرفوا على الظواهر الموجوده في المجتمع باختلاف الظواهر وباختلاف اسالبها. ده شيء يعني ده شيء يعني وارد وموجود. ما قضيه هامه جدا. أيوة انا عشان كده بقول لحضرتك هي قضيه هامه بالنسبه للمرأة. ده مع ظهور السوشيال ميديا بقى في تحرش عن طريق السوشيال ميديا حضرتك يعني بتتطور بالتطور التكنولوجيا. ما هو دول ضعاف النفوس اللي انا بتكلم عليهم. ايوه. ان شاء الله اللي جاي. بس انا برضو خلينا في الاستاذ هاني حبيبي. الاستاذ هاني ربنا يا رب يوفقنا وننفذ المشروع اللي هنعمله مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله بالنجاح. بالنجاح ان شاء الله. بالنجاح يا استاذ حمدي. بشكر حضرتك على مداخلتك الجميله والمفيده والهامه. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. كنا بنتكلم عن الواد اللي ساكن قصادي
ده تيمنا بقى باغنيه اللي ساكن قصادي وبحبه للمطربه نجاة والشاعر حسين السيد. حسين السيد طبعا. اتفضل. بقول فيها: الواد ساكن قصادي وجماله جمال مش عادي، نساني تاريخ ميلادي واصحابي اللي في النادي، رجعني اولى اعدادي، جنن عقل الواد. طبعا التدر بتاعها الواد الواد الواد. نظرت عينيه دباحة وبقولها بكل صراحة، خلاني ماشية تايهة ومشاعري بقيت فضاحة، أعمل له إيه الواد؟ ده أغنية شعبية بقى. سهرانة طول الليل وفي حبه بشوف الويل، ده أنا قلبي مايل ميل، دوبني في حب الواد، الواد 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 الواد. الله. شكرا يا استاذ هاني على الواد اللي ساكن قصادي. انا شايفه انها شعبيه من طبعا لازم الواحد يتلون بكل الوان الشعر طبعا، بس دمها خفيف. بالظبط. هل عندك اي اقتراحات توجهها للقائمين على عمليه ثقافيه يعني في الدولة للارتقاء بالشعراء وتثقيف الشعراء الجدد؟ طبعا أنا بأكد على كلام المخرج محمد الشال في البداية، والجمعيات دي مهمة جدا لاحتضان المواهب والنوادي الثقافية، كمان لازم يبقى فيه مسابقات، وكمان بأكد على كلام الأستاذ حمدي الوزير، لازم نحتضن الأقاليم لأنها فيها مواهب مدفونة. الأقاليم طبعا كله عارف تاريخ الأقاليم، طلع منها أبطال يعني، وطلع منها مؤلفين وفنانين، وطبعا لازم احنا محتاجين الحاجات دي تتكثف، ومحتاجين يعني نظرة برضو للناس دي. معانا الأستاذ المخرج الأستاذ مصطفى الشال، مخرج الروائع الدينية إمام الدعاء، ومخرج الدراما الصعيدية سلسال الدم، والعديد والعديد من الأعمال. أهلا يا أستاذ مصطفى، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك وبسادة المشاهدين. أهلا يا فندم، أهلا بيك. معانا الأستاذ هاني عمار الشاعر الغنائي. أهلا وسهلا. أهلا بيك حبيبي. منور يا استاذ هاني حبيب قلبي. حضرتك تحب تقول له حاجه النهارده؟ والله يعني بقول له يعني انت هاني موهبه كبيره، وان شاء الله كده ان شاء اعمالك اللي انت كاتبها واللي انا قريت منها كتير يعني تحظى بالاهتمام، ويعني وان شاء الله كده تخش حيث تنفيذ قريب ان شاء الله، سواء مسرح سواء اشعار كده يعني. ان شاء الله ان شاء الله. أستاذ مصطفى، حابة أعرف من حضرتك إمتى هيبقى فيه إنتاج حكومي وقطاع إنتاج لإنتاج المسلسلات بأجزائها، زي ما كنا بنشوف ليالي الحلمية، المال والبنون، وغيره وغيره من الأجزاء المسلسلات الهامة اللي سابت فينا علامة إلى الآن؟ والله يا أستاذة يعني أنت تسألي السادة المسؤولين، أنا الواحد لسانه اتنبح من كتر يا جماعة مفيش إنتاج عدل في القطاع الخاص، القطاع الخاص كله مجاملات ومحبة وصداقة وكده، لكن عمل فني بيناقش قضايا المجتمع أنا مش شايف صراحة لحد دلوقتي، فنرجو من السادة المسؤولين والسادة القائمين على الدراما إن هم يبصوا بنظرة كده اللي يرجع تاني انتاج القطاع الانتاج، ويرجع تاني صوت القاهره، وترجع تاني الدنيا تاني، ويحتضنوا الممثلين، يحتضنوهم تاني، يحتضنوا الكتاب والممثلين. أيوة والمنطق. أيوة. والمخرجين والفنيين وكل الناس يعني. ايوه. طب حضرتك كلمه توجهها للاستاذ هاني عمار؟ بقول له هاني ربنا يوفقك، وان شاء الله يا باذن الله كده اعمالك تطلع للنور والناس تستمتع بيها، وان شاء الله كده نشوف لك اعمال حلوه كده قريب ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا استاذ مصطفى، بشكرك، حضرتك شرفتني ونورتني النهارده يا فندم. شكرا يا فندم، مع السلامه. أستاذ هاني، ختاما أنا بختم بأغنية وطنية، وغدا 9 مارس عيد الشهيد، وعيد الشهيد أعلنته جمهورية مصر العربية في 9 مارس عام 1969 تخليدا لذكرى الرئيس الأركان، رئيس أركان حرب الفريق عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض. اتفضل. انا بقول فيها، بقول احنا جيشنا اجمد جيش من حباطه للعريش، الله اكبر على البحريه،
حامية حدودنا جوه المية، دول ضفادع بشرية شالوا إيلات من على الأفيش، إحنا جيشنا أجمد جيش من حباضة للعريش. الله أكبر على الطيران نسور الجو الفرسان، فاكر 10 من رمضان ده تاريخ ما يتنسيش، إحنا جيشنا أجمد جيش. الله أكبر على المشاة وبسرعة يلبي النداء، ده الإرهاب ده شيء كذاب بالنسبة لهم دول حرفيش، إحنا جيشنا أجمد جيش من حباضة للعريش. الله أكبر على الإشارة اللي طول الليل سهارة ومعهم كل الأسرار حتى كلامهم فيه تشويش، إحنا جيشنا أجمد جيش من حباضة للعريش. الله أكبر على رئيسنا اللي دايما رافع رأسنا، ده بصراحة زبط جيشنا من المشير للشويش، إحنا جيشنا أجمد جيش من حباضة للعريش. وبوجه يعني تنويه للشؤون المعنوية ورجاء ان هم يحتضنوا إن شاء الله العمل ده ان شاء الله. والله اكبر على جيشنا والله اكبر على الجيش. اعزائي المشاهدين بشكركم على حسن المتابعه، على امل التقي بيكم الاثنين الجاي الاثنين الساعه 2:30. تحياتي.